بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يقول: كما تعرفون أن صاحب الحق يكفيه دليل واحد، وصاحب الباطل لا يكفيه ألف دليل، فنجد من بعض الشباب في خضم هذه الفتنة، فتنة ابن هادي، لم يقبلوا كلام الشيخ ربيع ولا كلام الشيخ عبيد، وكانوا يقولون الشيخ حسن البنا موقفه انحيادي. فلما كتب البيان خطأ فيه ابن هادي وأدانه، فجعلوا هذا البيان وراء ظهورهم ولم يقبلوه. فما هو الحق الذي يريدونه؟ نسأل الله السلامة والعافية، ونسأله جل في علاه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. فبيان الشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا وهكذا من معه بيان طيب، أظهر فيه حقيقة هذه الفتنة التي أوقد نارها محمد بن هادي، ففرق السلفيين في العالم، وطال آذاه كبار العلماء لمزا وغمزا، ولكن بعض الناس لهوى في قلوبهم أو إعراض عن الحق وأهله أو غير ذلك قد يحجب عن الحق. فنحمد الله أن وفقنا للحق وأن قلنا به، لا بحولنا ولا بقوتنا، وإنما هو محض فضل الله سبحانه. فأنا أنصح إخواني أن يجدوا ويجتهدوا في طاعة الله وفي الدعوة إلى الله، وأن يعبدوا الله سبحانه وتعالى، وأن لا يلتفتوا لهؤلاء المذبذبين. فسر طالب العلم في دعوتك وطلبك للعلم وتعليمك للناس، والموفق من وفقه الله. أصحاب أبي الحسن لما تكلم الأئمة والعلماء فيه بحق ودليل وبرهان، كانوا يقولون: أنتم مقلدة، وها نحن نرى هؤلاء يقولون ما قال هؤلاء، ولكل قوم وارث، وهم في الحقيقة المقلدة. وكانوا يقولون: الشيخ فلان يزكي أبا الحسن، والشيخ فلان يزكي أبا الحسن. فإذا تكلم بعض الأشياخ قالوا: لا، ما زال الشيخ فلان، وهذا رأيناه. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به، فمن نجاه الله من فتنة ابن هادي فليحمد الله.